أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن تقديره للدور البارز الذي قام به النقيب يعقوب يوسف من وزارة الداخلية لأعماله الإنسانية في بيرو، وتقديم الصورة المشرقة للعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يعتبر الملهم الأول للمواطنين في الأعمال الإنسانية عبر مبادرات جلالته الدائمة في هذا المجال، مشير سموه إلى أن الأعمال الإنسانية التي قام بها النقيب يعقوب درس من الدروس التي دائما ما يقدمها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال استقبال سموه النقيب يعقوب يوسف الذي قام بعمل إنساني فريد من نوعه ويتمثل في زيارته لطفل من بيرو. انتشر له مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينما كان الطالب في وسط أحد الشوارع في بيرو ومعه كتابه الخاص بالمدرسة تمهيدا لإحدى الامتحانات الدراسية، وكان حينها جالسا تحت الإنارة نظرا لعدم وجود الكهرباء في منزله، حيث ساهمت أعماله الإنسانية ببناء منزل الطفل وتقديم أجهزة للمدارس في البيرو نظرا للحالة المادية الصعبة التي تعيشها المنطقة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الدور البارز الذي لعبه المواطن يعقوب في الأعمال الإنسانية له إيجابيات عديدة تعكس حرص المواطن البحريني على المساهمة في الأعمال الإنسانية في شتى أنحاء العالم، ومشيرا سموه إلى أن العمل الإنساني الذي قام به مثال يحتذى به في القيم الإنسانية، وقدم سموه له تقديره على هذه المبادرات. واستمع سموه لشرح المفصل عن الرحلة التي قام بها يعقوب يوسف من البحرين إلى البيرو لتقديم الدعم الكامل للطالب من بيرو، إضافة إلى الاحتفالات العديدة التي قامت بها المنطقة، ومنها الاحتفال بعيد جلوس جلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين ورفع صور جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وأثناء اللقاء تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قلادة مفاتيح المدينة التي قدمتها رئاسة البيرو ووسام قلادة الشرف، إضافة إلى قلادة خاصة مهداة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. بهذه المناسبة أعرب يعقوب يوسف عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه والأعمال الإنسانية الكثيرة التي ساهمت بتحقيق العديد من الأهداف للأسر، مشيدا بالمواقف العديدة التي قام بها سموه طوال الفترة الماضية، وأكد بأن هذه الأعمال كانت نبراسا له لتقديم الخدمات الإنسانية خارج المملكة. أنا جدا فخور بتواجدي اليوم مع سمو الشيخ ناصر بن حمد. أعطيته فكرة موجزة عن تجربتي في البيرو في إيصال رسالة جلالة الملك المفدى في جمهورية البيرو في الأعمال الإنسانية والخيرية، اللي إحنا كبحرينيين وفي مملكة البحرين دائما سباقين في عمل الخير في البحرين وفي خارج البحرين، والحمد لله كان انطباع جدا طيب. جميع شعب البيرو حاليا يعرف من هي مملكة البحرين، ويعرفون جلالة الملك، ويعرفون ممثلة سمو الشيخ ناصر اللي هو قائدنا، ودائما احنا نصير على خطاه، وان شاء الله العصر الذهبي ما راح يوقف، لان احنا كبحرينيين دائما نقتدي بقائدنا سمو الشيخ ناصر بن حمد.